السلام عليكم وأهلا بكم. معانا النهاردة امتحان على الوحدة الأولى منهج كونكت فور، منهج الصف الرابع الابتدائي. الامتحان من كتاب جيم، زي ما عودناكم بننزل شرح المنهج بالتفصيل وحل تدريبات الكتاب المعاصر، وبننزل كمان شرح الجرامر على الوايت بورد، وهننزل مجموعة من امتحانات الكتب الخارجية كمراجعة على منهج كونكت فور. تيست يور سيلف، اختبر نفسك. تيست يور سيلف، listen and write. T true or F false. استمع واكتب. T لو الجملة صحيحة، or F لو الجملة خاطئة. في نص الاستماع لازم اسمع بتركيز وبعد كده ابدأ احل. طب لو انا يا مستر بتلخبط في نص الاستماع، ما بلحقش احل ولا المستر، لو كده يفضل تقرأ الاول الجمل اللي قدامك وتترجمها وتستنى المستر لما يجي يقول نص الاستماع، تكون محضر الافكار في دماغك. طب تعال نقرأ كده الجمل الاول. تاليا is healthy، يعني تاليا هي صحية أو تعيش بصورة صحية. Number two، she plays video games، هي تلعب ألعاب فيديو. Number three، on the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع، she walks to her grandma's house، تمشي إلى بيت جدتها. Number four، she doesn't like walking، لا تحب التمشي. نسمع بقى نص الاستماع ونحل، هيبقى الموضوع أسهل. My name is Talia. I think أعتقد I am healthy. I do a lot of sports. On the weekend, I walk to my grandma's house with my family. I like walking because I can talk to my mom and dad. We can see the different houses and shops. كده احنا قرينا نص الاستماع ونبدأ نستنتج الإجابات، بس هقراها تاني بهدوء واحنا وبنقرأ تبدأوا تحلوا. My name is Talia. I think I am healthy. يبقى number one تبقى true، هي قالت في نص الاستماع كده. I do a lot of sports. On the weekend، طبعا رقم 2 هتبقى false عشان ما قالتش في نص الاستماع ان هي بتلعب فيديو جيمز. On the weekend I walk to my grandma's house، يبقى number 3 true، في عطلة نهاية الأسبوع بتمشي إلى بيت جدتها، بتمشي إلى بيت جدتها. I like walking، يبقى number 4 false، number 4 false، عشان 4 قال لي she doesn't like walking، هي ما بتحبش التمشي، وفي القطع قال لي هي بتحب التمشي، يبقى number 1 true، number 2 false، number 3 true، طيب number 4 false. السؤال الثاني، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. From A, B, C or D، من الأربع اختيارات. Number one، farmers in my country، الفلاحون في دولتي، نقطة chickens and cows، chickens يعني الدجاج و cows البقر، يبقى بي ربو، يبقى raise. ليه plant ما تنفعش هنا؟ يزرع ما تنفعش لو جت فعل، ولو جت اسم نبات. grow يعني يزرع، ما ينفعش. raise يربي، ودرينك يشرب، يبقى raise chickens and cows، بيربي الدجاج والبقر. number 2، رقم 2، I like chocolate and candy. ليه يا مستر اند؟ طبيعي بحب الشوكولاتة والكاندي الحلوة، بط ولكن تعبر عن التناقض، ما تنفعش. so لذلك ما تنفعش، because لأن ما تنفعش، يبقى and تعبر عن الإضافة. number 3، My favorite fruits are bananas، فواكهي المفضلة الموز، وإيه يا ترى؟ onions بصل؟ لأ. chickens فراخ؟ لأ. potatoes بطاطس؟ لأ، يبقى grapes عنب. number 4، I watered the seed every day، أنا رويت البذرة كل يوم. نقط it didn't grow، it was dead. نقط هي لم تنمو، إنها ميتة، يبقى أنا رويتها كل يوم ولكن لم تنمو، يبقى بط، تعبر عن التناقض. عملت حاجة بس الحاجة مع يعني إيه، حاولت أزرع بس الزرع ما طلعش، رويت بس ما نمتش، يبقى بط ولكن أند، وما تنفعش because لأن ما تنفعش، so لذلك ما تنفعش، يبقى بط الوحيد الصح. it didn't grow، لم تنمو. it was dead، إنها ميتة. السؤال الثالث، read and complete the text، اقرأ وأكمل النص. with the words in the box، بالكلمات اللي في الصندوق. raise يربي، farmers فلاحون، grow يزرع، vegetables خضروات. هنا بيقول لي my name is عمر، اسمي عمر.
I am 9 years old. عندي 9 سنوات. I live in a small village. بعيش في قرية صغيرة. In Egypt في مصر. The نقط in my village grow different kinds. يبقى إيه؟ The farmers الفلاحون. In my village في قريتي grow different kinds بيزرعوا أنواع مختلفة of إيه؟ أكيد vegetables من الخضروات. Like هنا بمعنى مثل potatoes البطاطس onions البصل and the carrots والجزر. They also نقط animals مع الحيوانات. يبقى they also raise animals. هم أيضا بيربوا الحيوانات. Like goats مثل الماعز cows البقر and chickens والدجاج. To get meat لكي يحصل على اللحمة or eggs أو البيض. I love my village. أحب قريتي. I love my village. السؤال الرابع. Read and match A with B. اقرأ وصل العمود A بالعمود B. Number one. Honest means. كلمة honest يعني أمين. Honest A يعني أمين. هنا أمين يعني إيه؟ يبقى رقم B. Someone who doesn't lie. شخص لا يكذب. Someone who doesn't lie. شخص لا يكذب. Number two. دمياطي cheese. is famous. الجبنة الدمياطي is famous بتكون مشهورة in دمياطة في محافظة دمياط. My mom أمي made عملت. يبقى some special food for us. بعض الطعام المميز لنا. Number four. I like healthy food. I like healthy food. أحب الطعام الصحي. I like healthy food. أحب الطعام الصحي. يبقى I don't eat candy. لا أكل الحلوى. لا أكل الحلوى. السؤال الخامس. Read the text يعني اقرأ النص. And answer the questions وأجب على الأسئلة. Alexandria is a big city. الإسكندرية مدينة كبيرة. In Egypt في مصر. It is in the north of Egypt. إنها في شمال مصر. On the sea على البحر. About حوالي 5 million people حوالي 5 مليون شخص live in بيعيشوا this part of Egypt في هذا الجزء في مصر. I visit Alexandria أزور الإسكندرية with my family مع عائلتي. In the summer في الصيف we go by bus نذهب بالأتوبيس. When we go to Alexandria عندما نذهب إلى الإسكندرية I swim أنا بعوم أو أسبح. On the beach على الشاطئ. With my brothers مع إخواتي. And sisters وأخواتي. Alexandria is famous for. الإسكندرية مشهورة بي. It's amazing beaches. شواطئها المدهشة. And Alexandria library. ومكتبة الإسكندرية. Tourists السياح like to visit Alexandria governorate. بيحبوا يزوروا محافظة الإسكندرية. Number one. The text is about النص عن إيه؟ Alexandria. Number two. I visit Alexandria with my family. أزور الإسكندرية مع عائلتي. In the summer. يعني في فصل الصيف. Answer the following questions. أجب على الأسئلة الآتية. Where is Alexandria? أين تكون الإسكندرية؟ هتبقى It is in the north of Egypt on the sea. هي في شمال مصر على البحر بالضبط البحر المتوسط. Number four. How many people كم عدد الناس live in Alexandria اللي بيعيشوا في محافظة الإسكندرية. قول about حوالي about 5 million people live in this part of Egypt أو live in Alexandria حوالي 5 مليون شخص بيعيشوا فين في الإسكندرية. السؤال السادس. Reorder the words يعني أعد ترتيب الكلمات to make لكي تكون correct sentences جمل صحيحة. Number one. Farmers يعني الفلاحون. يبقى farmers ده الفاعل. فين الفاعل؟ تبقى raise. Farmers raise chickens in Egypt. يربي الفلاحون الدجاج في مصر. Farmers raise chickens in Egypt. Number two. You بمعنى أنت. You will be يعني أنت سوف تكون the next emperor الإمبراطور القادم. You will be the next emperor. Number three. What يبقى what do farmers grow ماذا يزرع الفلاحون in دمياط في محافظة دمياط.
what farmers what do farmers grow in دمياط. وان شاء الله هتلاقوا صندوق الوصف كورس تاسيس الجرامر في اهم الازمنه واهم الضمائر، وهننزل اهم الافعال تكوين السؤال. السؤال السابع: بانكت ويز ذا فولوينج اعد ترقيم الاتي: وي جرو كوتون ان ايجيبت. الدبليو كابيتال تمام، هنا ايجيبت الاي كابيتال اسماء الدول كابيتال. طب دي جمله في نهايتها فول ستوب، عرفت منين يا مستر ان هي جمله؟ عشان بادئه بوي وده ضمير. الجمله لو بادئه باسم او ضمير تبقى جمله خبريه في نهايتها فول ستوب، لكن لو بادئه باداه استفهام تبقى سؤال في نهايته كويستشن مارك علامه استفهام. السؤال الثامن: رايت ا باراجراف، اكتب فقره اوف اباوت 24 words من 24 كلمة using the following guiding elements باستخدام العناصر أو باستخدام العناصر الإرشادية الآتية. العنوان اسمه my governorate، يعني إيه؟ محافظتي، وجايب لي كلمتين produce يعني ينتج وfarmers الفلاحون. لازم عنوان يتكتب في نص السطر، فماي governorate هو مكتوب خلاص تمام، لكن لو مش مكتوب او انا ببدا الاجابه اكتبه في نص سطر بين علامات تنصيص، بين علامات تنصيص. هسيب مسافه في اول سطر. ممكن نتكلم عن الاسكندريه على اساس ان دي محافظتي، كل واحد يتكلم عن محافظته. عايز تتكلم عن دمياط، عايز تتكلم عن بحيره، عايز تتكلم عن سوهاج، مفيش اي مشكله نتكلمه عن الاسكندريه. هقول الكسندريه از ماي governorate، يعني الاسكندريه محافظتي فول ستوب. I live in it، بعيش فيها، ثم في الاسطوب في نهاية الجملة نقطة. ممكن أقول بعد كده إيه؟ It is a big city، هي مدينة كبيرة. In Egypt، okay، في الاسطوب. It is very beautiful، إنها جميلة جدا، في الاسطوب. ممكن أقول farmers grow، يعني يزرع الفلاحون، crops المحاصيل in it، فيها، في الاسطوب. Farmers raise chickens and cows، يربي الفلاحون البقر والدجاج in it. ممكن أقول بكده، ممكن أقول in Alexandria you can visit Alexandria library، يعني تستطيع أن تزور مكتبة الإسكندرية في الإسكندرية. You can go swimming، ممكن تذهب للسباحة، full stop. Its weather is fine، يعني طقسها جميل، وهكذا. بعمل موضوع عن محافظتي، بكتب كام جملة ان هي في مصر، انا بعيش فيها، ان هي محافظتي، فيها الفلاحين بيربوا كذا، بيربوا الدجاج، بيزرعوا المحاصيل، واقول حاجة او اتنين من اللي يتميز بيه محافظتي. قلنا اسكندرية، زيارة مكتبة اسكندرية والشواطئ، كل محافظة بتختلف اختلاف بسيط عن المحافظة التانية. وبكده يبقى خلصنا امتحان جيم على الوحدة الاولى للصف الرابع الابتدائي. كمراجعة ليكو، اللي معاه كتاب غير جيم يسمع الامتحان ويشوفه. طب واللي معاه كتاب جيم يراجع الامتحان يحله الاول، بعد كده يراجع اجاباته بايه؟ باجاباتي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.